مدرب البرازيل بعد الهزيمة أمام أسود الأطلس يخرج بتصريح تاريخي. سلام الله عليكم. عبر المدير الفني للمنتخب البرازيلي رامون مينيزينس عن عدم رضاه بالأداء الذي حققه منتخب بلاده بعد الهزيمة بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بين المنتخب المغربي والمنتخب البرازيلي يومه السبت على أرضية ملعب طنجة الكبير. وإذ صرح بعد ذلك في ندوة صحفية التي أعقبت المواجهة: منتخب المغرب كان يستحق الفوز وقدمنا كل ما في جعبتنا. لاعبي الأسود الأطلس قدموا عرضا رائعا وكانت مباراة كبيرة. وأضاف: كانت أجواء رائعة في المدرجات، المشجعون المغاربة احتفلوا بطريقة رائعة واحتفلوا مع منتخب بلادهم بعد إنجاز التاريخي الذي حققوه في المونديال. واستطرد بعد ذلك: لاعبي المنتخب المغربي كانوا متحمسون للغاية لهذه المباراة وكنا نجد صعوبات كبيرة في تجاوز وسط الميدان. وختم حديثه: واجهنا فريقا قويا ومنظم دفاعيا وكذلك في الناحية الهجومية، واعتمد كثيرا على الكرات الثابتة ولم يفاجئ ما حققه اللاعب اليوم. بوفال هدف اول في هدف المنتخب الوطني المغربي بواسطة سوفيان بوفال، يضع كرة في الشباك والهستيريا على مستوى المدرجات، فرحة كبيرة. زاد من قصد وضع الكرة بهذا الشكل وبهذه الطريقة وبهذه الجمالية، واللي خلى ما كاين أي ردة فعل اللي هو فيرتون. انتبهوا هذه المحاولة، سوفيان بوفال يضع كرة في الشباك وفرحة كبيرة للاعبي المنتخب الوطني المغربي. انتبهوا من جديد، سوفيان بوفال اختار كرة بشكل ممتاز، ولأنه كان عاطي الحارس المرمى في الصدر الظهر عفوا، فما تمكنش ويفرتون من ابعاد الكره. هدف اول وهدف كانت مطالبه بخطا بلمسه يد في الوقت اللي استرجع الكره امام يوسف انصيري، خطيره والهدف. هدف تعادل لفائده المنتخب البرازيلي، هدف بواسطه العبيد كاسيميرو. ياسين بونو كان بامكانه انه يحصل الكره، ولكن الكره كتجاوز ياسين بونو وتعانق الشباك. هدف اول لفائده المنتخب البرازيلي. المحاولة اخرى، يحيى عطية رفع كرة، فرصة هدف. هدف ثاني لفائده المنتخب الوطني المغربي، هدف ثاني بواسطة اللاعب الصابري عبد الحميد الصابري، ورقة رابحة. من حقك فرح، من حقنا جميعا نفرحوا يا وليد، من حقنا نفرحوا بهدف ثاني في شباك منتخب سيليساو. عبد الحميد الصابري يضع الكرة في شباك، فرحة كبيرة بحضور كل الأجيال. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.